يقول: والدي يهجرنا أحيانا لأمور دنيوية ونحن نسلم عليه ونصله، وأحيانا يقوم بالدعاء علينا رغم أننا نؤدي الواجب، فهل تستجاب دعوته علينا؟ إذا كنتم أخطأتم في حقه أو أغضبتموه فإنه حري أن تستجاب دعوته عليكم، أما إذا كان يدعو عليكم بدون سبب فهو المخطئ. إذا كان يدعو عليكم بدون سبب وأنتم أديتم حقه وقمتم بواجبه ولكن يدعو عليكم بدون مبرر وبدون سبب فهو المخطئ. نعم.